نيهاو، نتذكر الكلمة الصينية اللي كانت لفترة طويلة جدا تعني مرحبا والسلام من خلال هذه الكلمة. الكلمة دي انتشرت في واحدة من الإعلانات اللي كانت في فترة من الفترات، وقسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة الخرطوم دأب على إقامة برامج كثيرة لدعم تعلم اللغة، من ضمنها برامج الشعر الذي يقيم اليوم، وهو مسابقة عامة يشارك فيها الطلاب بمختلف المستويات بحضور لجان تحكيم لتقييم أداء بالشعر باللغة الصينية، وهي محاولة بتطوير اللغة، ويعتبر برنامج مسابقة الشعر باللغة الصينية ضمن أنشطة قسم اللغة الصينية بكلية الآداب بجامعة الخرطوم التي تعقد سنويا. توقف البرنامج خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الصحية والجائحة بتاعت كورونا اللي بتمر بها جميع الدول أو الكرة الأرضية، ودي كان واحدة من أسباب أنه تتوقف هذه المسابقة زي ما شايفين معنا من خلال الصور. المسابقة قيمت اليوم وكان فيها حضور كبير وعدد من الطلاب مع مراعاة الاشتراطات الصحية زي ما نحن شايفين. طيب معنا داخل الاستوديو نتعرف أكثر حول هذه اللغة الأستاذ محمد المعز، هو أستاذ اللغة الصينية بكلية الآداب بجامعة الخرطوم. مرحبا بك ومساء النور. مساء النور عليك أستاذ. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الأخبار؟ ماشي الحال. مساء النور بالصيني بتقولوا شنو؟ بيقولوا وان شان هاو. تاني؟ وان شان هاو. ما صعب شوي؟ يعني ما صعب شديد، لكن ممكن واحد على وان شان هاو. كده خلينا نقولها معك تاني. أوكي. وان. وان. شان. شان. هاو. هاو. وان شان هاو. أيوه. أوكي. كويس. ده حالته صعبة إنك تفكك اللغة دي شوية كده، فما بالك لما تتكتب بالشعر؟ بالضبط. أصعب برأيك؟ يعني هي لأنه المسابقة اللي قيمت اليوم الليلة كانت عبارة عن أشعار من مختلف العصور في الصين، اللي هي مثلاً في الأشعار كانت قدمت من العصور القديمة في الصين، اللي هو أصلاً نفس شكل الشعر برضو بيكون مختلف مثلاً عن الشعر اللي بيكون في العصر الحديث عندنا أو في الفترة القريبة للصين اللي هي طبعاً. لكن عموماً يعني الشعر في اللغة الصينية اللي هو من أهم كانت الجوانب من اللغة الصينية عموماً، لأنه الواحد إذا عاوز يكون إبداع أو يكون كويس في اللغة الصينية فبالنسبة له الشعر هو من أهم الطرق اللي هو ممكن يتعلم بها، لأنه غير إنه هو مثلاً بيحسن النطق بتاعه في اللغة نفسه وكده، لأنه طبعاً لغة شوية صعبة من طيب ناحية النطق. ده خلاكم تعملوا مسابقة للشعر؟ خلينا نعمل مسابقة بالضبط كده، لأنه وقيمة اليوم تكلمنا عنها. بالضبط كده، لأنه مسابقة إلقاء الشعر باللغة الصينية هي مسابقة أصلاً معروفة عندنا في قسم اللغة الصينية وما حد كم شيش بتاعه الخرطوم، بتقام كل سنة، بس ياهو طبعاً الظروف اللي فاتت بالنسبة للبلد وكده كانت وقفت، اللي هي بتقوم على تقييم الطلبة من ناحية كل الجوانب، اللي هي مثلاً من ناحية سلامة اللغة والنطق، الأداء الشعري، الثبات في المسرح، الحياة دي كلها عموماً. لأنه بالنسبة لنا إحنا أهم حاجة إنه إحنا نكون بنحاول نساعد الطالب في كل الجوانب بالذات في ناحية اللغة، لأنه عموماً الطرق التقليدية لدراسة اللغة الصينية بقت ما كافية للطلاب نفسهم. إحنا بقينا في قسم اللغة الصينية مثلاً كإداري بنحاول دائماً نطلع مناشط أو مسابقات، منها مسابقة إلقاء الشعر، عندنا مسابقة إملاء الرموز الصينية نفسها، مسابقة جلسة اللغة الصينية، دي كلها من أهم المسابقات المهمة عموماً عندنا في معهد كونفوشيوس بجامعة الخرطوم وقسم اللغة الصينية بجامعة الخرطوم كلية الآداب، عشان نقدر نساعد الطلبة هم نفسهم إنه يتعلم اللغة بطريقة أحسن، ونتحببهم في عموم في ثقافة البلد وتخليهم يتعرفوا أكثر شيء عن البلد الصين نفسها. طيب عشان ما يتعرفوا على اللغة، وده المحك الأساسي، هل في تواصل بينكم وما بين جهات مثلا في الصين باعتبار مركز اللغة الأم، عشان ما يتم تدريب كثير جدا من الكوادر والطلاب ويتعرفوا برضو على اللغة دي وتنتشر يعني؟ أكيد طبعا، إحنا دائما بنكون على لأنه ما حد كونفوشيوس في جامعة الخرطوم هو أصلا كممثل لهيئة المسؤولة من تدريس اللغة الصينية في كل أنحاء العالم اللي هي اسمها الخامبان، فبالنسبة لنا حلقة التواصل بيكون بالنسبة لنا مع أحد كونفوشيوس اللي هو دائما بيكون المسؤول من القيام المسابقات دي. عندنا كمان احنا السفارة الصينية هنا في خرطوم في السودان كمان دائما بيساعدنا من ناحية إدارة المناشط أو من ناحية تدريب الطلبة أو من ناحية توفير عموما الكتب أو كل الدعم للمناشط اللي احنا بنوفرها. طيب الدعم ده واحدة منه كان المسابقة الشعرية. مسابقة اللغة الصينية. ده أعرف برضه الشعر كده في اللغة الصينية، هل من السهولة التعرف على الأدب الصيني من خلال الشعر أو الدخول اللغة الصينية من الشعر ذات نفسه، الحاجة دي منهجها سليم برأيك؟ أكيد سليم 100%، لأنه زي ما
قلنا عموما انه مثلا الطرق التقليديه لتعلم اللغه نفسها اللي هي اذا كانت في محاضره او كذا بتكون ما كافيه للطالب نفسه او ما بتعد عموما انه مثلا يمشي يطلع برا يقدر مثلا يشتغل او يحاول شويه زياده يستكشف في اللغه الصينيه نفسها. فكان من اهم حاجه انه الشعر باللغه الصينيه نفسه زي ما قلت لك هو اصلا مختلف من كل الفترات الصين من مثلا اذا قلنا من زمن الامبراطوريات اللي هو الزمن القديم في الصين الى العصر الحديث عندنا في اللغه الصينيه نفسها. فبنلاقى اللغه بتاعت الشعر نفسها تغيرت، شكل الشعر نفسه من ناحيه مثلا يكون في قافيه ما في قافيه، عدد الكلمات وكذا. فبالنسبه انه مثلا الواحد انه هو يقدر يكون عنده المقدره انه يفهم الكلمات، لانه بيكون مثلا الكلمات المستخدمه في الشعر نفسها ك مستواها اعلى مثلا او اصعب شويه، فدي نفسها بتحاول تحضر الطالب نفسه انه هو يكون عنده شويه بتاعت روح انه يستكشف معنى الشعر، يمشي يفتش معناه شنو. وزي اصلا في اشعار كثيره مشهوره ترجمت لكم لغه عموما في العالم كلها وكلها بتدرس في كل انحاء العالم. طيب ذكرت جمله مفيده ومهمه من خلال حديثك كله مفيد. أيوة. يعني ذكرت روح الطلاب برضو روح الطلاب في السودان دارسين للغه الصينيه تعاملهم مع هذه اللغة، مدى الاستفادة برضو اللي بتقع على الوطن هنا في السودان من دراسة لغة مهمة في العصر الحديث زي اللغة الصينية؟ أيوة أكيد طبعاً، لأنه إحنا دائماً بالنسبة إحنا كدارسي اللغة عموماً حتى أنا لما كنت طالب زمان كان بالنسبة لنا من أهم حاجة إن إحنا كان عندنا روح التنافس بين بعض من كل المناصب اللي كان بتكون معدلين من قبل إدارة الجامعة. فكان دي بالنسبة لي أو شخصي بالنسبة لي أنا أكثر حاجة ساعدتني إنه أنا أبقى وأحب اللغة الصينية زيادة، لأنه المواسم نفسها بتاخذ روح التنافس بين الطلاب نفسهم، حتى كمان إحنا بندرب الطلاب بيكون عاوزين نحن نطلع الأوائل، نحن نضل نطلع الأوائل، فالحاجة دي بتخليني ساعد إنه هم ذاتهم يحسنوا من نفسهم ويحسنوا من الأداء بتاعهم في الإلقاء الشعر الصيني، لأنه الإلقاء بتاع الشعر نفسه لما تمشي تقف في المسرح وتحفظ شعر وكذا ما بيأثر، ما بيكون فائدته بتعود بس على إنك أنت وقفت في مسرح وألقيت الشعر، بيكون فائدته على إنك أنت مثلا حسنت اللغة بتاعتك، حسنت النطق بتاعك، قدرت شوية يكون عندك شجاعة أدبية إنك تقف في مسرح قدام ناس كتار تلقي الشعر باللغة الصينية. فدي كلها حاجات جوانب كثيرة بتفيد الطالب بعدين اللي قدامه ولا من يمشي. فدي كانت حاجة إحنا كأساتذة أصلاً كنا بنحاول نركز عليها في وإحنا من خلال تدريب الطلاب نفسهم يعني. شكراً لكم كثير أستاذ محمد المعز أستاذ اللغة الصينية بالجامعات السودانية، نورتنا كثير. شكراً. أتمنى لك دائماً التوفيق. شكراً. إن شاء الله. شكراً جزيلاً. شكراً. بكده نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من القصة وما فيها عديد من القضايا وعديد من الأخبار كانت حاضرة من خلال لقاء اليوم. ختاماً شكراً للشهداء الذين جعلوا ذلك ممكناً. في أمان الله.